كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى على خير وفي صحه جيده اذا اليوم ان شاء الله غنديروا لي زاكتيفيتي ديال الكور اللي درنا ديال لارتيكل او ديكسيونير وغنبداو على بركه الله وغادي نبداو بغابيل اذا لا غابيل اللي قلنا في لارتيكل دو ديكسيونير في الباج uh, 69 في المانيوال ان ارتيكل دو ديكسيونير دون دي رونسينيومون سيغ ان قلنا بان الارتيكل ديال ديكسيونير كيعطينا المعلومات على واحد واحد لوم واحد الكلمه هاد الكلمه هادي سو يعني كيفاش كتكتب هاد الكلمه سا كلاس جراماتيكال واش هاد الكلمه سي مو نو او لا فيرب او لا ادفيرب او لا ادجيكتيف اي سون جونغ النوع ديالها واش هي ماسكولين او لا بلوس سي سونس كتعطينا المعاني ديال هاد الكلمة كاين المع... اللي كتكون عندها أن سونس كاين دو سونس كاين بليزيوغ سونس كون إلا بليزيوغ سونس يعني في فاش كيكون عندنا بليزيوغ سونس يعني بزاف ديال المعاني إل سون نوميرو تي إذا أولا نوميرو تي يعني كيترقمو من واحد جوج ثلاثة باش نفرقو ما بينات لي سونس وعطاونا دي زيكزومبل بزاف على هادشي هادشي قريناه في جوغوتيان ديال المانيول دابا غادي نبداو لي زيكزيرسيس باش نفهمو مزيان إلا كنتي أول مرة كتشاهد قناة سكولا طوب ماعليك تأبونا في لاشين وإلا كنتي من الناس أبوني ومازال ما فعلتيش الجرس فعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات في الأحدث الأوقات ديالها دابا كيستيون نيميغو أن شيغشي لي مو دون دو لا ليست دون طون ديكسيونير إذا هاد الكلمات هادو غنقلبوا عليهم في الديكسيونير ديالنا غنجبدوا الديكسيونير وغادي نشيرشيو على هاد الكلمات يعني غنقلبوا عليهم بوي انديكي لوغ ناتور وغنحددوا الطبيعه ديال هاد الكلمات واش هما اسماء دي نون اولا دي زادجيكتيف اولا دي فيرب اذا ملي غادي نقلبوا على كلاس في الديكسيونير غادي نلقاوها نو وغادي نقولوا سي تان نون اذا هذا سي تان نون تري بيان بالنسبه نياج كنلاحظ بانه كيسالي او ار اوتوماتيكمون على سيت ان فيغ فوالا اذا هذا راه سيت ان فيغ اورانج كذلك ملي غادي نقلبوا عليها غادي نلقاو سيت ان نو اذا حتى هو اسم وغادي نكتبوا سيت ان نو وغتبقى لينا استيفال استيفال ماشي نو مي نقولوا هو ادجكتيف استيفال c'est un adjectif. Voilà. On douze l'exercice, suivant. Et, donc, exercice, et donc, exercice numéro 2. Cherchez les mots de la liste dans ton dictionnaire et d'un tel qu'elle les mette dans le dictionnaire. Mais d'abord, il faut le genre pour indiquer leur genre ou à jouer non masculin ou le nom féminin. Radine, vous dites, ouragan, ouragan. اوغاكون واش هو نو ماسكولا ولا نو فيمينا فاش نقلبو على لو ديكسيونار نخلقو قدامها ان نقطة ام اللي كتعني ليا نو ماسكولا اذا اوغاكون هو نو ماسكولا تخي بيان غادي نجي عند اتي اذا انت اتي ملي غادي نقلب ديكسيونار ديالي غادي نلقى قدامها ان نقطة ام كتعني ليا نو ماسكولا وغادي نكتب نو ماسكولا ايغلو اي تي هو الصيف هو داك بيت ديال الثلج اذا كنقولوا ان ايغلو ان ايغلو اذا هو نو كذلك ماسكول تري بيان فوالا نو ماسكول غنمشيو عند اربع كنقولوا لاربع ان اربع ان اربع اذا حتى هو سي تا نو ماسكول نو ماسكول Très bien. Alors, cochez un nom masculin. Non. Il va rester nous émigration, voici un nom féminin. Bref. Et dans cet nom féminin. Très bien. Et dans rendez-vous l'exercice suivant. Dans l'exercice 3, cherchez dans ton dictionnaire le mot chouette. Et on va chercher on va la trouver بأنها agréable, joli, etc. Cochez les deux لي دو دو دي بورن ديفينيسيون دو دي سوم اذا عندنا نلقاو عندنا جوج ديال جوج ديال المعاني عندنا ان وازو غاباس نوكتورن كي غاسومبل او ايبو ايبو هو هو المومياء آه هو بومه داك العصفور البوما. البومه اذا هذا تنتمي الفصيله ديال البومه اذا كيشبه للبومه يعني من النوع ديال الطيور اذا هنا غادي نديرو كوش كوشي اذا نديرو كوشي فوالا قال لك ان انيمال كي غاسومبلي اولو واش هو كيشبه للديب لا اذا شويت راه ما كيشبهش للديب أه جولي اي اغريابل وي راه جولي اي اغريابل ملي غتلقاو غتلقاو سي تان جولي اغريابل تري بيان غندوزو ليكزيرسيس سويفون بالنسبه لهاد التمرين هذا انا ما صاوبتوش وعلاش ما صوبتوش كاين بزاف ديال الانواع حيت لان انا نقدر نخدم مثلا ديكسيونير كبير غيعطيني وخا الكلمه غتكون فيها سونس واحد غيعطيني هو دو سونس ولا الكلمه تكون فيها دو سونس غيعطيني هو تروا سونس اذا استعينوا نتوما بالديكسيونير ديالكم وقلبوا على لي سونس حيت الديكسيونير اللي عندكم ما عنديش انايا صح صافي مزيان اذا حتى لهنا غادي نوقف و وهذا ليكزيرسيس جيم ميكسكوز لأن ليكزارسيس ديالكم خليتكم على خير بونكوراج سلام عليكم